تمام، ازيك يا شباب؟ دلوقتي احنا في الفيديو الثاني الخاص بالكورس الكمبيوتر بيزكس او اساسيات الكمبيوتر، ودلوقتي هنتكلم عن حاجات خاصة باساسيات الويندوز. هنكمل الفيديو عن حاجات خاصة بالفيديو اللي فات، والحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة هي ازاي نقدر نتعامل مع المجلدات او الفولدرز، وازاي نقدر نتعامل مع الملفات او الفايلز، وازاي نقدر نفتح او نقفل نافذه جديده، وازاي نصغرها او نكبرها، وازاي نتنقل بين النوافذ بحيث ان لو عندي انا فاتحه نافذه معينه وعايزه افتح نافذه ثانيه، وازاي مثلا ممكن اصغر النوافذ كلها، حاجات خاصه بالتعامل مع النوافذ. وبعدين لو احنا مش عارفين هنتكلم عن الاسطوانه، وازاي اقدر ابعت فايل على اسطوانه، وازاي اقدر ابعت فايل على فلاشه. وبعد كده نتكلم عن البرامج الاساسيه الخاصه باي جهاز، وبعدين هنشوف ازاي نقدر نكون باسورد للويندوز بتاعنا. طيب، اول حاجه هنتكلم عليها دلوقتي هي كيفيه التعامل مع المجلدات. مبدئيا المجلدات هي الفولدرز، ان انجلش المجلد هو الفولدر، والفولدر ده بيستخدم عاده ما عشان يحوي حاجات جواه. يعني لو انا عايز احط وانا عندي مثلا ملف خاص بحاجات معينه، زي مثلا لو عايز اتعلم انجلش عندي فيديو وعندي صوت وعندي صور وعندي مذكرات ملفات وورد، كل الحاجات اللي لها علاقه بتعلم الانجليش ممكن احطها في فولدر لوحده. وكذلك لو عايز انفذ نفس الخطوه دي على العربي مثلا، فالمجلد هو عباره عن مكان بيحتوي على ملفات كتيره ليها علاقه ببعضها. طبعا لو انا عايز اعمل ملف جديد بروح طبعا للمكان اللي انا عايز اعمل ملف فيه جديد، ونفرض مثلا عايز اروح للديسكتوب، ف نفرض مثلا للديسكتوب هعمل هنا كليك يمين بالماوس، كليك يمين واختار نيو، بعد كده اعمل نيو فولدر. تمام، هنا كده بيقول لي ان انا كونت فولدر جديد، فاكتب مثلا اسمه ونفرض مثلا انجلش، انا عايزه اعمل فولدر خاص بالانجلش. طيب لو عايز اعمل فولدر تاني خاص بالعربي اعمل نيو عربي، او ممكن اسميه عربي. تمام، فعشان اعمل فولدر جديد لازم اعرف احطه فين. انا دلوقتي رحت اوتوماتيك على الديسكتوب او سطح المكتب او المكان اللي بيبقى موجود في الواجهه بتاعه الكمبيوتر بتاعي، اول حاجه بتقابلني هي الديسكتوب طبعا، لان لسه ما خدتش اماكن كتيره خاصه بالويندوز بتاعي. فبقول ان انا ابسط حاجه اكريت او انشئ فولدر جديد على الديسكتوب على سطح المكتب، على اساس ان هو اول حاجه بتقابلني او بقدر اتعامل معاها في الويندوز. طيب ده ازاي اعمل ملف جديد، رايت كليك ونيو فولدر، ولما باجي اتك على كلمه فولدر بتك بالليفت كليك، او يعني بتك بالشمال بتاع الماوس مش باليمين. طيب طب لو انا دلوقتي اعمل كنترول زد كده، لو انا كنت كونت فولدر جديد وهو انا دلوقتي اول ما بكون فولدر جديد بالمنظر ده مثلا، بعمل نيو فولدر جديد، بيظهر لي ان النيو فولدر دي باللون الازرق بحيث ان انا اقدر اعدلها. فلو انا مثلا نسيت وبعدت كده واتكيت شمال او اتكيت في اي حته بعيده عن البتاع ده عن الملف، وعايزه يعني رجعت في رايي وعايزه اغير اسم الفولدر ده، فبعمل رايت كليك وبختار من الليسته اللي ظهرت لي رينيم. طبعا اتفقنا ان رايت كليك دي معناها ان تظهر لي لسه بحاجات كتير عايزه اعملها، بضطر مثلا اسميه هنا ساينس مثلا، حاجات خاصه بماده العلوم. يبقى ده ازاي اكريت نيو فولدر، ازاي اكون مجلد جديد، وازاي اعمل له رينيم. طبعا لو عايز اعمل له ديليت بعمل كليك يمين ديليت، وطبعا ايه خلاص. طيب وده برضو لو عايز اعمل له ديليت. تمام، ده ازاي اعمل نيو فولدر.
فعشان اكون نيو فولدر بعمل رايت كليك وبعدين بختار نيو فولدر وبيتكون لي اوتوماتيك ملف مجلد جديد باسم نيو فولدر. لو عايز اغيره او غير الاسم بتاعه بعمل رايت كليك وبختار نيم وبسميه اي اسم، ولنفرض مثلا كلمه مجلدي. تمام، طبعا انا زي ما احنا شفنا ممكن انشئ اكتر من فولدر او اكتر من مجلد في نفس المكان، زي ما عملت فولدر للعربي وفولدر للانجليش وكذلك فولدر لل الساينس. ايه هي الفايلز وايه الفرق بين الفايلز والفولدرز؟ الفايلز دي يعني ولنفرض مثلا انا عايزه معايا مذكره، المذكره دي عباره عن ورق، لو مسكنا ورقه واحده فيها، طبعا الورقه انت مش هينفع تحط جواها حاجه، لو فرضنا ان انت مش هتتنيها يعني الورقه في ايدك مش هينفع تحط جواها حاجه. فالفايلز هي عباره عن حاجات ما ينفعش تحط جواها حاجه، هي عباره عن حاجه فيها معلومات بس انا ما ينفعش احط جواها حاجه. لكن المجلد العكس، هو عباره عن حاجه ما فيهاش معلومات مخصصه بس ان هي تحط فيها الفايلز، ونقدر نسمي او نصور المجلد ده على ان هو ظرف. لما بتيجي تحط الورق خاص يعني مذكرات خاصه بماده الانجليش بتحطها كلها في ظرف او في يعني مذكره او يعني في مكان كده خاص كله بماده الانجليش، وهكذا. طبعا ممكن تجيب ظرف تاني خاص بالمواد التانيه. فالمجلد ان انجليش يعني فولدر، وهو عباره عن ظرف بتحط فيه حاجات ملفات، والملف ده عباره عن دوكيمنت او ملف بحط فيه بيانات، وبالتالي بحط الفايلز جوه فولدرز، بحط الفايلز جوه الفولدرز اللي لها علاقه بيه. تمام، طبعا لو خدنا على سبيل المثال ان انا عايزه اعمل ملف عايز اعمل ملف وورد، طبعا احنا لسه ما خدناش الوورد بنتعامل معاه ازاي، بس لو فرضنا يعني ان انا اعرف اتعامل مع ملف الوورد، طبعا باجي على الستارت باتون هنا وبكليك على الستارت باتون، وممكن اكتب كلمه وورد. كلمه وورد دي معناها ان انا بعمل عايزه ملف، عايزه برنامج الوورد هو اللي اتفتح عشان هكتب جواه حاجه. اللي انا بعمله دلوقتي بعمل عايزه اكون ملف بحيث ان انا في مره من المرات اقدر احط الملف ده جوه فولدر. فدلوقتي انا كونت ملف معين، ولنفرض هو ملف الوورد دلوقتي هو ده اللي انا كونته، بكتب فيه اي حاجه، ماي نيم از اي حاجه، أو بالعربي اسمي أي حاجة. ده الملف ده طبعا بعمل له حفظ، أو بعمل له حفظ في مكان ما، مثلا أقول فايل سيف اس. ده طبعا الحاجات دي هتتاخد بالتفصيل في كورس او في الفيديوهات بتاع الوورد، ولكن احنا طبعا محتاجين ملف وورد دلوقتي عشان نتعامل مع الفايلز. فعشان اعمل ملف وورد جديد بروح عند الستارت بوتن هنا واكتب وورد، ولو عايزه احفظ الملف اللي انا عملته بعمل فايل سيف اس وبختار المكان اللي انا عايزه اسيف فيه، ولنفرض طبعا دلوقتي ما عنديش اماكن خالص غير الديسكتوب، فبختار او يعني لسه ما عرفتش حاجات غير الديسكتوب، فبحط الملف بتاعي على الديسكتوب. لو انا رحت على الديسكتوب دلوقتي هلاقي ان هو ايه ده سطح المكتب، هلاقي ان هو كون لي ملف باسم ماي نيم. تمام، طبعا انا لو انا عايزه الملف ده احطه جوه الانجليش فولدر بعمل له مثلا المفروض يبقى يكت، واجي دبل كليك على الانجليش اعمل كليك يمين بيست كات، يعني ان انا عايز نسخه. طبعا هو مش راضي ينقل علشان انا اصلا فاتحه ملف وما ينفعش ينقل ملف مفتوح،
فبعد ما بقفله بعمل تراي اجين، فبيعمل بي بي بينقل الملف. فتاني اول حاجه هناخدها في الجزء الثاني من الويندوز هو الفرق بين الفولدرز والفايلز. كمثال للفايلز، الملف الوورد، عشان نفتح ملف وورد باجي عند الستارت بوتن كده واكتب وورد، طبعا ايه وورد ان انجلش، وطبعا بضغط عليها دبل كليك. اتمنى طبعا دي الشاشه دي تبقى هي اللي ظاهره. وبعدين بختار بلانك دوكيمنت وبكتب اللي انا عايزاه، وبعدين بقول فايل سيف اس، وبختار المكان، ولنفرض ان انا هختار مثلا ديسكتوب. خلاص كده انا كونت ملف اسمه دوكيمنت 1. هو بيبقى له اسم اوتوماتيك يعني. طيب ده كده في ملف هنا تاني اهو اسمه دوكيمنت 1، لان انا عملت وورد وفايل سيف از وكون لي واحد تاني. عشان انقل الملف ده جوه الفولدر ده، طبعا انا خدت طريقه، وهو ان انا عملت كليك يمين على حاجه وعملت لها كات، وجيت عند الملف وعملت له بيست. ممكن اصلا اعمله كده، ممكن اعمل دراج. دراج يعني سحب، يعني اسحب الملف اللي انا عايزه واروح من ايه يعني كنترول زد كده، باخد الملف كده بضغط عليه بالشمال وافضل ماشي بالماوس لغايه لما اجي عند الفولدر ايه ده ودخلت. بص تلاقي هنا جوه الفولدر لو فتحته وعملت له دبل كليك هيظهر لي الملفين مع بعض. فده اللي هو الفرق بين الفايلز والفولدرز، وان ان الفولدر يقدر يشيل اكتر من فايل. طيب ايه تاني محتاجين نعرفه عن الفايلز؟ طبعا مش الانواع الفايلز اللي ممكن تقابلني في حياتي. انا ممكن احط في الفولدر، ممكن احط فيديو لايه؟ لفيلم، على اساس ان الفيديو ان الفيلم ده دايما بيكون فيديو. ممكن احط صوت يعني اغنيه معينه او اي يعني صوره. ممكن احط صوره اللي هي ايمج، وانا كان قصدي هنا ايه صوره يعني قرانيه بالنسبه للصوت، وهنا فيديو، ونفرض مثلا فيلم. بالنسبة للصورة ممكن أحط صورة شخصية ليا، أو أي بيانات يعني أي حاجة على هيئة صورة ممكن تبقى مفيدة في الفولدر أو لها علاقة بالفولدر. ممكن يكون معايا إيه تاني؟ ممكن يكون معايا ملف كتابة اللي إحنا لسه عاملينه. فأنواع الملفات اللي ممكن أحطها جوه الفولدرز كتير، ممكن يبقى فيديو، ممكن يبقى صوت، ممكن يبقى صورة، ممكن يبقى ملف كتابة. تمام، احنا دلوقتي اللي جربناه لغاية دلوقتي ملف الكتابة، ازاي اكون ملف وورد جديد. باجي عند الستارت واعمل واكتب كلمة وورد. تمام، بعدين عشان اسيب او عشان احفظ الحاجة دي جوه فولدر معين، بعمل فايل سيف اس، وبعد ما بعمل سيف اس بضطر اروح على عنوان المجلد اللي انا عايز احط فيه اللي هو اخترته ببراوز. لو احنا كنا خدنا بالنا، لو جيت هنا على الديسكتوب مثلا، ده ملف كان مفتوح مثلا ماي نيم، ده كان مفتوح انا عايز احفظه، فبعمل فايل سيف از. عايز تعمله سيف از، بعمل براوز، يعني براوز يعني بختار المكان اللي انا هحط فيه، وده العنوان او ده المكان اللي انا احط فيه يعني بدور من هنا. او طبعا ممكن افتح اكبر الويندو دي شويه واختار من هنا، من هنا الديسكتوب. تمام، عايز احطه على الديسكتوب على طول ولا عايز احطها جوه الفولدر اللي اسمه انجلش؟ عايز احطه جوه الانجلش، فاعمل دبل كليك وبعمل سيف. تمام، ده الهاو تو براوز، او ازاي في الاخر اسيف او اعمل سيف لملف وورد. وفي الاخر بضغط سيف يعني. طيب ده اللي احنا كنا عايزين نعرفه بالنسبه لل
للملفات، الفرق بين الفايلز والفولدرز، وايه هي انواع الفايلز اللي ممكن تحط جوه فولدر. طيب دلوقتي لو نلاحظ ان لما باجي افتح ملف وورد بيظهر لي على شكل حاجه زي كده بشكل نافذ. لو عايزه اعمل مجلد جديد وعملت له دبل كليك بفتحه بيظهر لي على هيئه نافذ. عايزه افتح مثلا برنامج الرسم بيظهر لي على هيئه نافذه. ده معناه ان كل نافذه، كل برنامج بيفتح على هيئه نافذه، ومن هنا تيجي كلمه ويندوز، يعني انا بعرض البرامج اللي عندي على هيئه نوافذ. طيب فهنا سمي نظام التشغيل ويندوز بهذا الاسم لان الفكره الاساسيه له هي عرض كل محتويات الجهاز على هيئه نوافذ. المحتويات اللي ممكن تبقى موجوده عندي ملفات صوت، صوره، فيديوهات، ملفات كتاب. علشان افتح اي نافذه، علشان افتح اي نافذه المفروض ان انا بعمل عليها دبل كليك. لما جيت على ملف الوورد عملت دبل كليك. طيب لو انا دلوقتي زي ما احنا خدنا بالنا دلوقتي الديسكتوب ده مكان اول ما بفتح الجهاز على طول بيظهر لي الديسكتوب، او مثلا لو اخترنا ده فالديسكتوب بما انه هو اول حاجه بتظهر لي فهو الى حد ما مش مكان امن. يعني ممكن اي حد يشوف الملف بتاعي بسرعه، وممكن ممكن يمسحه، تمام؟ فانا ببقى عايزه مكان تاني غير الديسكتوب بحط عليه البيانات بتاعتي بحيث يبقى بعيد شويه او مش قدام متناول الايدي بتاع اي حد يفتح الجهاز. فايه هي الاماكن التانيه اللي انا ممكن احط الفايلز بتاعتي؟ عاده ما انا كنت قلت ان لما بنيجي مثلا عايزه احط الحاجات اللي ليها علاقه بماده الانجليش احطها في مجلد اسمه انجليش، والحاجات اللي ليها علاقه بالعربي احطها في مجلد اسمه عربي، والحاجات اللي ليها علاقه بالماس مثلا احطها في مجلد اسمه ماس. ايه اللي حاصل كده؟ انا بحاول اقسم المكان اللي قدامي لحاجات منطقيه، حاجات ليها علاقه ببعض للتنظيم مش اكتر. فالجهاز بتاعي في مكان اسمه ستورج ديفايس، المكان ده هو اللي بيبقى فيه كل الافلام والمسلسلات والاغاني كل حاجه عندك على الجهاز بيبقى موجوده في الاستورج ديفايس ده او جهاز التخزين. الاستورج ديفايس ده بنسميه هارد ديسك. فالهارد هو ده المكان اللي بيكون محطوط عليه كل حاجه عندك على الجهاز، عندك ماده العربي، عندك ماده الانجليش، عندك اي حاجه بيبقى موجوده كل حاجه على الهارد. الهارد ده مكان بيتحط عليه كل الملفات اللي انت ممكن تستعملها على الجهاز بتاعك. بما ان انا بقول عايزه الدنيا تبقى مور اورجنايزد او تبقى مترتبه اكتر، فانا محتاجه اقسم الهارد ده انتو اجزاء. يعني ايه اجزاء؟ الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، وهكذا حسب انت عايز تقسمه لاكتر من جزء. بس اضعف الايمان او اقل حاجه ان هو يتقسم لجزئين، لان انت لو جزء واحد يبقى انت ما قسمتوش. فاقل حاجه الهارد بتاعك يتقسم لجزئين بحيث يبقى فيه جزء خاص مثلا بالبرامج، جزء يبقى خاص بالمواد الدراسيه، جزء يبقى خاص بحاجات شخصيه بيك مالهاش علاقه بالمذاكره خالص. يعني مثلا لو عايز تحط اغنيه او فيلم او حاجه يبقى موجوده في الحاجات ايه؟ في جزء الحاجات الشخصيه. لو عايز تذاكر بتحط هنا، لو عايز تنزل برنامج جديد او مثلا لعبه جديده تحطها في الجزء الخاص بالبرامج الجديده. يبقى اللي انا عايز اقوله ان اولا الهارد هو المكان اللي انا بخزن عليه اي حاجه، اي ملف عندي او اي فولدر. الهارد لازم يكون متجزأ، والتجزئه بتاعته بنسميها بارتيشن. يعني ده اسمه بارتيشن 1 وده اسمه بارتيشن 2 الجزء الثاني يعني، وده بارتيشن 3 الجزء الثالث. ده كل ده اسمه هارد، كل ده اسمه هارد، بس انا بقسم الهارد لجزء اولاني وجزء ثاني وجزء ثالث وهكذا على حسب انا عايزه ايه. مرحله التقسيمه دي بتحصل اول ما انت بتشتري الجهاز على طول، او اول ما انت بتنزل نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم عندك على الجهاز. ف
اللي بيقوم بالمهمة دي هو مهمة الشخص اللي بينزل لك الويندوز، وطبعا العملية دي بتتم قبل ما اول ما بتنزل ويندوز على طول، يعني مش المفروض ان انت اثناء ما انت شغال دلوقتي ببقى اروح اقسم الويندوز بتاعي او اقسم الهارد، لا، تقسيمة الهارد بتبقى حاجة ستاتيك، بتبقى بتعملها اثناء ما بتنزل الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل عندك على الجهاز، بس ما بيتقسم وخلاص، ما ينفعش اقسمه تاني الا لما اكون خلاص هغير الويندوز ده وانا احط ويندوز بداله. فالهارد بتقسم بشكل ستاتيك او بشكل ثابت، لكن انت في العموم لو مسكت واحد جزء من الاجزاء بتاع الهارد تقدر تحط فيه اي فولدر انت عايزه، 10 فولدرز، 20 فولدر، فولدر خاص بحاجه، فولدر، يعني تقدر تحط انت لوحدك فولدرز كتيره، لكن هو الهارد متقسم لاجزاء ثابته. طيب بوصل ازاي او بعرف ازاي ان الجهاز بتاعي متقسم لكام بارتيشن؟ بروح على الديسكتوب واروح على بوتون او ايقونه اسمها زيس بي سي وبعمل عليها دبل كليك. لما بعمل عليها دبل كليك بيظهر لي المكان الخاص بالبارتيشنز. خلينا نعملها. طيب ده الديسكتوب. لو انا عايز اروح على البارتيشنز اللي عندي بروح على البطن اللي اسمه زيس بي سي دي، طبعا دي ايقونه، دي اسمها ايكون، دي ايكون ودي ايكون ودي ايكون او ايقونه. بتروح على الايقونه دي تعملها دبل كليك. لما بعمل عليها دبل كليك بيفتح لي هنا الجهاز بتاعي متقسم لاجزاء ايه. طبعا هنا واضح ان الجهاز بتاعي متقسم لجزئين، هو السي والاي. طبعا انت ممكن يبقى هو الطبيعي ان هو يتسمى سي دي اي، يعني بيتسمى الفابيتيكال، بيترتب ترتيب ابجدي بحيث يبقى سي. لو انت مقسم الهارد بتاعك لجزئين هيبقى اسمه اوتوماتيك سي ودي، لو مقسمه لثلاثه هيبقى سي ودي واي، لو مقسمه اربعه هيبقى سي ودي واي واف، اللي هو انت ماشي بالحروف بالترتيب. في بعض الاجهزه مش شرط بيكون طبعا نتيجه ان انت مقسم الهارد بتاعك بشكل معين او عامل هيدنج لبعض البارتيشنز، ف بيبقى بيظهر لك البارتيشنز بالمنظر ده اللي هو مثلا سي واي. ده اولا ازاي بوصل للبارتيشنز اللي موجوده عندي، دي اول حاجه. تاني حاجه ممكن امسك كل بارتيشن واعمل له رينيم، يعني ممكن اعمل ده لرينيم واقول مثلا important، يعني ده بارتيشن مهم. فطبعا ساعات بيرينيم بسرعه وساعات بيقول لك اللي انت بتعمله ده حاجه حيويه او حساسه، فهل انت متاكد ان انت الصح، متاكد ان انت بتغيره لاسم منطقي وان انت ليك الحق، يعني ليك حق ان انت تغير حاجه زي كده، وهل انت صاحب الجهاز؟ فبتقول له اه continue، يعني انا تمام، انا متاكد او ما عنديش مشكله، والكلمه دي كلمه منطقيه عادي، فيبدا يغيرها. طبعا انا ممكن اجي على السي واغيره زي ما انا عايزه، بس لا يفضل ان انا اغير الاسماء زي ما انا عايزه. طيب بغير بس الحاجات، يعني ده مش بغير، تمام. طبعا ان انا دلوقتي كبرت الويندو او صغرتها دي حاجه هنشرحها برضو بعد شويه، بس عامه لو انا عايزه اوصل للجهاز بتاعي في الاصل متقسم لكام جزء، ممكن اعمل زيس بي سي دبل كليك عليها على ديسكتوب ويظهر لي، لو ظهر لي العلامه دي، العلامه دي معناها متقسم لجزئين. طيب دي اول حاجه. طيب فالهارد بتاعي يعني متقسم انتو بارتيشنز. بالنسبه لنا احنا هنا الهارد بتاعي انا الجهاز الحالي متقسم لاثنين بارتيشن او جزئين، اللي هو السي والاي. طيب
طبعا انا قلت الويندوز بي معناها نوافذ، وهو بيعرض لي كل حاجه على هيئه نوافذ. يعني مثلا لو جيت فتحت مجلد معين بيظهر لي على هيئه نافذه، لو فتحت خلينا على الديسكتوب افضل، لو انا جيت هنا الانجليش بيفتحوا لي على هيئه ويندو، لو جيت على الملف اللي اسمه ماي نيم هيفتحوا لي برده على هيئه ويندو او نافذه. من امثله الويندوز اللي موجوده هي مثلا حاجه زي كده، بتلاقي ان عندك النافذه، يعني مثلا عند النافذه دي لو انا بفتح مجلد تلاقي عباره عن مربع او مستطيل بيبقى بالمنظر ده، وكل نافذه لازم يكون فيها الثلاث حاجات دول، الاكس والماكسمايز والمينمايز. هتيجي انا تفتح مجلد تاني هتلاقي ان في الاقصى، يعني في اعلى يمين الويندو مكتوب اكس وماكسمايز ومينمايز، برضو هتلاقي ايه هنا اكس وماكسمايز ومينمايز. يعني كل النوافذ بقى لها ستراكشر معين او شكل ثابت، بحيث ان انا اقدر اعمل اداره للنوافذ، ان انا اقدر افتحها اصغرها اكبرها زي ما انا عايز. فاتكلمنا لغايه دلوقتي عن ايه هي الفولدرز وايه هي الفايلز وانواع الفايلز اللي موجوده، وازاي اقدر احط فايل جوه فولدر، وازاي اكون فولدر اصلا، وازاي اعمل له رينيم، وطبعا ممكن اعمل رينيم للفايل برضو عادي بكليك يمين رينيم. خدنا ان الهارد بتاعي ممكن يتقسم انتو بارتيشنز، وهو البارتيشننج دي او التقسيمه دي بتحصل بشكل اوتوماتيك، يعني مش بشكل اوتوماتيك، يعني قصدي بنعملها بشكل ستاتيك بحيث ان انا اعملها مره واحده بس اثناء ما انا بنزل الويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاعي. بعدين ما ينفعش طول ما انا قاعده اغير البارتيشن، دي حاجه مش متاحه اصلا. تاني حاجه الاشكال النوافذ اللي ممكن، يعني حاجه تانية اتكلمنا عليها هي اشكال النوافذ او اشكال الويندوز اللي ممكن تقابلني، ان هي كل نافذه بتفتح على هيئه مستطيل كده، وكل نافذه في اعلى يمين الصفحه مكتوب ثلاث حاجات. طبعا هنشرح كل واحده فيهم دي معناها ايه. الثلاث اشارات دول الاشاره دي معناها كلوز، هنا ايه الاشاره دي معناها كلوز. لو انا وقفت على بس على الاكس دي اي نافذه وقفت بس من غير ما اضغط هيبقى مكتوب لي كلمه كلوز، والعلامه الثانيه دي لو وقفت عليها بس هيظهر لي كلمه ماكسمايز، وهنا هيظهر لي كلمه مينيمايز. طبعا واضح مني الاسماء كل واحد فيهم بتعمل ايه، بس طبعا خلينا نجرب. الكلوز دي لما بتك عليها بتقفل لي النافذه، سواء مثلا ملف وورد ولا حاجه بتقفل، والماكسمايز بتحاول ان هي تكبر لي الشاشه، تكبر لي النافذه او تصغرها، والمينيمايز دي مش بتصغر بمعنى انها تصغر، ان هي تخليها مثلا بدل ما هي كانت مستطيل مثلا 20 في 20 او 200 في 20 200 في 100 مثلا يبقى يصغر حجمه بحيث يبقى 20 في 20، لا ده هي مينيمايز دي معناها ان هي ينزل تحت خالص ما يبقاش ظاهر على السكرين. طبعا هنشوف، يعني هحاول ان انا افتح لكم ملف وورد ونشوف تاثير الحاجه دي. يعني مثلا ده ملف وورد، لو انا جيت اتكيت هنا على علامه الاكس هيقفل لي الملف خلاص مش هيبقى موجود خلاص. طيب خلينا نفتحه تاني نشوف العلامات التانيه. العلامه دي معناها مثلا كده شوف كبر الشاشه، نتك عليها تاني بيبقى ايه ماكسمايز، بنقف عليها كده نلاقي كلمه ماكسمايز، هنا كلمه كلوز، هنا كلمة مينيمايز من غير ما اضغط. طيب دي كلوز ودي ماكسمايز، هي بتكبرها وارجع تاني بتصغرها. طيب الكلمة دي مينيمايز، شوف لما انا بتك مينيمايز ايه اللي بيحصل؟ مينيمايز ايه اللي بيحصل؟ ال 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 لو انت جربتها هتلاقي ان هتلاقي هنا ان الوورد نزل تحت، يعني انا لما بتك مينيمايز كده بينزل تحت هنا، بيبعد عن الشاشه خالص، بيبقى موجود مفتوح تحت هنا، تمام؟ موجود المكان ده اسمه التاسك بار، موجود في التاسك بار. طيب
فعشان اقفل نافذه بضغط على كلوز، وممكن اتكه اعمل اختصار تاني او اختصارات موجوده على الكيبورد وهي الت اف 4. لو اتكيت مع بعض زرار الت مع زرار الت اف 4 هيقفل لي برده النافذه. طيب ماكسمايز لما بضغط عليها بتكبر الصفحه، ولما بضغط عليها تاني بترجعها لي الوضع اللي هي العكس اللي كانت موجوده عليه. فانا دلوقتي لما بتكه بكبرها، ولما اتكه تاني بصغرها. طبعا احنا شفناها. فمينيمايز بتستخدم لاخفاء النافذه، وبتنزل في شريط المهام او التاسك بور. تمام. طيب لو انا عندي اكتر من نافذه بالمنظر ده، نافذه ملف وورد مجلد كذا نافذه، هل عشان اخفي كل نافذه محتاج ان انا اروح عندها واعمل كده واروح عند الوورد واتك على مينيمايز اروح عند اي حاجه واعمل لها مينيمايز؟ لا، في حاجه ثانيه او في اختصار ثاني على الكيبورد اسمه ويندو دي. ويندو دي يعني روح على المكان بتاع الكيبورد اللي عليه علامه الويندو. اتمنى طبعا ان انا اعرف ارسمها. انت عندك الكيبورد تمام، في زراير كتيره، في زرار هنا في المكان ده، مش هو اخر واحد، في اماكن في زراير هنا برضو، بس هو في الحته دي مرسوم عليه علامه ويندو. تمام، ويندو دي اللي هي كذا نافذه، هتلاقيها عامله زي كده العلامه دي بالظبط، اللي هو نافذه ونافذه ونافذه ونافذه. تمام، بضغط على الزرار ده مع حرف الدي، حرف الدي هتلاقيه فوقه كده بالظبط. تمام، طبعا احنا عرفنا ازاي بنضغط حرفين مع بعض، اللي هو بتضغط الحرف ده الاول ومعاه بتضغط على الحرف ده. خلاص، ده الهدف من الاختصار ده. انا لو عايز اخفي جميع النوافذ، يعني انزل كل النوافذ تحت في التاسك بار عشان انا مش فاضيه دلوقتي، يعني مش عايزه اكتب في ملف الوورد حاجه، ولا عايزه ولا بعمل حاجه ثانيه دلوقتي. طب انزل كل حاجه وبعد كده افتح الحاجه اللي انا عايزها. طيب طبعا لو نركز ان انا لما النافذه اتكيت عليها، لما اتكيت عليها كده نزلت التاسك بار، لما اتكيت عليها كده بقدر اطلعها تاني. يعني برضو زرار المينيمايز الماكسمايز، اما بتك على ماكسمايز مره بيكبر، تك عليه تاني بيصغر. طيب هنا ده لو اتكيت في المنطقه دي بينزلها لي تحت التاسك بار، لو رحت التاسك بار وضغطت عليها شمال هيرجعها لي تاني. تمام، دي اللي هو لو انا عايز ارجعها تاني ازاي يعني. طبعا لو كلوز ما بقفل عايز افتح بعمل عليها دبل كليك. طيب طب لو انا عندي اكتر من نافذه مفتوحه او هم كتير وعايزه اروح من نافذه لنافذه، اعمل ايه؟ بتك الاختصار اللي اسمه الت زائد تاب. طبعا الت الاول وبعدين الزرار اللي اسمه تاب. طبعا الزرار اللي اسمه تاب ده برده موجود على الكيبورد في المكان ده. التاب موجودة هنا بالظبط، يعني دايما بتبقى الحتة دي. خلاص، ده زرار مكتوب عليه تاب، فأنا بضغط الت زائد تاب. طبعا زرار الويندو بيبقى موجود جنبه زرار الالت. خلاص، فبضغط الت زائد تاب اتنين مع بعض، لما بضغط عليهم بيظهر لي كل النوافذ اللي موجودة، النافذة دي والنافذة دي والنافذة دي. بفضل اضغط الت تاب 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 تاب، يعني بروح من نافذه لنافذه، عندي النافذه دي والنافذه دي. النافذه اللي انا ببقى عايزها تظهر بقف بشيل ايد، بشيل صباعي بقى خلاص، يعني الت تاب. ولو انا عايزه عماله بعمل الت تاب بروح من النافذه الاولى للثانيه للثالثه الرابعه. افرض النافذه الخامسه هي اللي عايزه تظهر، فاعمل الت تاب، ولما باجي عندها بروح شايل ايدي بقى خلاص. طيب وبعض الاحيان انا ببقى عايز مش انزل جميع النوافذ، اخلي نافذه واحده بس هي اللي شغاله، يعني اظهار النافذه الحاليه واخفاء باقي النوافذ. بعمل ايه؟ خلينا افتح بس نافذه كده، مثلا ملف وورد ده، كده ملف وورد مفتوح ماشي.
عايز الاحظوا كده ان في مثلا فولدر مفتوح اللي هو ده، في النافذه دي مفتوحه، في برنامج الملف البي دي اف الموجود، وبرنامج ايه، في كذا برنامج. لو انا عايز دي بس هي تبقى موجوده بعمل كده، يعني ايه، اتمنى طبعا دي تبقى ظاهره اللي هو برنامج الوورد. يعني ايه، يعني انا بعمل كده بحركها يمين وشمال بس بسرعة. شير سكرين. طيب المفروض ان انا لما احركها يمين وشمال بسرعة يعرض لي النافذة دي بس. طيب لو عملت تاني يمين وشمال بسرعة هيظهر لي برضو جميع النوافذ. هنا ممكن يكون بس المشكلة في الشيرنج. بس هو المفروض ان لو انا عايزة اظهر، لو انا عايز اظهر نافذه بنقوم بتحريك اعلى نافذه يمين ويسار بسرعه، وعشان اكرر يعني وممكن اكرر العمليه الارجاع باكل النافذه على الشاشه مره اخرى. يعني ايه، بضغط عليها يمين وشمال بسرعه برضه. طيب دي ازاي بقدر اتعامل مع النوافذ؟ ايه الحاجه الثانيه اللي انا محتاجه اعرفها في كورس الويندوز؟ حاجة تانية مهمة جدا هي ازاي اثبت نافذة. يعني ايه اثبت نافذة؟ لو انا جيت عند برنامج الوورد، نركز في المنطقة دي كده، المنطقة دي كده مكان انا بشاور ايه، الحتة دي كده، تلاحظ ان طول ما في برنامج وورد مفتوح انا بشاور في التاسك بار شير سكرين، تمام؟ بالنسبة في التاسك بار هنا لو في ملف وورد مفتوح مش ظاهرة، ماشي مش مشكلة. علامة الوورد دي بتبقى موجودة تحت في التاسك بار، خلاص. طيب لو أنا جيت قفلت ملف الوورد، ما أنت قلت اف 4، إيه اللي هيحصل؟ علامة الوورد في التاسك بار بتتشال. طيب عشان أفتح ملف وورد جديد بضطر بقى أروح عند الستارت واكتب وورد، تمام. وفي ناس، الناس الكسوله يعني، شايفه ان الطريقه دي في ان انا اروح عند الستارت بوتن واكتب كلمه وورد دي طريقه بطيئه او بتتكون من خطوتين. فانا عايزه افتح ملف وورد جديد باستخدام ضغطه واحده بس. فبنعمل حاجه زي كده ازاي؟ لو انا عايزه افتح ملف وورد جديد مش عايزه امشي بالطريقه دي، بشوف ملف وورد عندي بضغط عليه، بعمل دبل كليك وباجي هنا في التاسك بار وبعمل بين تو تاسك بار، خلاص بين تو تاسك بار يعني ثبت لي البرنامج ده هنا. طبعا انا لو قفلت الويندو هلاقي ايه اللي حاصل في التاسك بار، بقى في برنامج وورد مفتوح من غير ما انا وملف وورد مقفول، الاقي فيه ايقونه او في علامه بتقول ان ده ملف وورد تقدر تفتحه، لو اتكيت عليه هيفتح لي ملف وورد جديد، تمام. يبقى في العموم عشان تعمل حاجه باستخدام الويندوز ممكن تستخدمها باكتر من طريقه. يعني علشان افتح مثلا ملف موجود بعمل عليه دبل كليك او بعمل عليه كليك يمين اوبن، علشان افتح ملف جديد وورد وراح عند الستارت ملف جديد ستارت وبكتب كلمه وورد، وبعدين برضه بعد كده بختار نيو بلانك دوكيمنت. والطريقه الثانيه ان انا ممكن اعمل تثبيت للبرنامج عندي في التاسك بار وبعدين بضغط ضغطه واحده البرنامج بيظهر، تمام. دي برضه بعض الحاجات اللي لها علاقه باداره النوافذ او اداره الويندوز الخاصه بالاوبريتنج سيستم اللي اسمه الويندوز. طيب في بعض الاحيان طبعا انا لو البرنامج ده اصلا معمول له بين عشان اثبته هلاقي مش ظاهر لي كلمة تثبيت، هيبقى مكتوب كلمة أنبن. أنبن يعني أنت مثبته، عايز إيه؟ عايز تشيله خلاص ماشي، لكن هو لو أنت مثبته ما ينفعش يبقى ظاهر لك اختيار بن، لأن أنت أصلاً مثبته، فأنت مثبته هيجي لك بن تو تاسك بار إزاي؟ تمام؟ معرفش إيه اللي أنا كاتباه ده، بس واضح إن يعني في في اسس، يعني الناس، في واضح ان في ناس
واضح ان على اليوتيوب في حاجات فيديوهات عن كل حاجه يعني سواء كانت سيئه او جيده. طيب ايه الحاجه اللي عايزين نتعلمها تاني في كورس الويندوز؟ هو ازاي اتعامل مع الاسطوانات والفلاشات. طيب مبدئيا ايه الهدف من الاسطوانات والفلاشات؟ انت لو قاعد مع صاحبك وصاحبك عنده حاجه، ولنفرض ان انتوا ناس بتعملوا حاجه مفيده، وهو عنده ماتيريال او عنده مذكره معينه موجوده لشرح ماده العربي وفيها امتحانات بقى وحاجات خاصه بالنحو وكده، فانت مهتم قوي بالمذكره دي وحاسس ان هي ايه هتفيدك. فخليني فانت مهتم ان انت تنقل المذكره دي عندك في الجهاز بتاعك. ففي كذا طريقه، لو انت هتستخدم جهاز ممكن مثلا تستخدم السي دي اللي هي الاسطوانه، او ممكن تستخدم اليو اس بي اللي هي الفلاشه، او ممكن تستخدم حاجه اسمها اكسترنال هارد. ده زي الهارد بتاعك كده اللي موجود. احنا قلنا طبعا حاجه، في حاجه عندنا اسمها هارد، الهارد ده المفروض ان هو بيتحط عليه كل حاجه خاصه بالجهاز بتاعك، لكن الاكسترنال هارد ده حاجه تقدر تمسكها انت في ايدك وتقدر ايه تتنقل بيها، رايح البيت ده رايح البيت ده رايح المكان يعني، فتتنقل بيها زي الفلاشه كده بالظبط، بس هي اكبر حجما يعني، او بتقدر تشيل مساحه اكبر. لكن الهارد ما اقدرش ان انا انقله من مكانه، صعب. في بعض الاجهزه اللي هي كانت قديمه كان ممكن اخد الهارد وانقله من مكانه. فايه اللي انا بتكلم فيه ده؟ بتكلم عن الاستورج ديفايسز او اماكن او اماكن التخزين. ايه الطرق اللي انا ممكن اخزن بيها حاجه عندي؟ في عندي السي دي وعندي اليو اس بي وعندي الاكسترنال هارد. في الهارد طبعا احنا مش بالنسبه للترجمه الحرفيه دي معناها اسطوانه عشان بس ما اكتبش، ودي فلاشه ودي هارد خارجي وده هارد. الهارد ده احنا مش هنجيب يعني هو ستورج ديفايس او مكان للتخزين، بس انا ما ينفعش احركه من مكانه خلاص. ده العيب اللي فيه او الميزه اللي فيه، لان هو طبعا في حاجات مهمه، او عشان ما اضطرش ان انا افتح الكيسه كل شويه واشيل الهارد وبعدين اجي اركبه. طبعا ده ممكن ياثر على المكونات الموجوده جوه الكيسه. طيب شكل الاسطوانه طبعا عامل زي كده، هو هيظهر في البرزنتيشن، بس ده شكل الاسطوانه. ده شكل الفلاشه، يبقى حاجه كده صغيره تمام. الهارد يبقى حاجه يعني مربعه مستطيله حاجه زي كده، طبعا بيكون فيها متوصل بيها وصله بحيث ان هي تدخل في الهارد. الهارد بيبقى كده. طبعا احنا مش هنتكلم عن الهارد، لو هنتكلم عن السعر هتلاقي ان الاسطوانه دي سعرها بيكون اقل حاجه، يعني مثلا نخليها نقول هي دول اربع حاجات. هنخلي مثلا احنا طبعا بالنسبه لده احنا ما لناش دعوه بالسعر، احنا مش عايزين نجيب سيره الهارد ده في حاجه، لان انت اصلا مش مضطر تشتريه، انت الجهاز بيجي بالهارد بتاعه، فانت مش محتاج تعرف السعر تمام. السعر طبعا او الكوست اللي هي التكلفه، فمش محتاج تعرف السعر بتاع الهارد لانه هو اصلا بيبقى جاي مع الجهاز. بالنسبه لو عايزين نرتب الحاجات دي اللي هو السي دي واليو اس بي، هتلاقي ان ده الاغلى وده اللي بعديه وده اللي بعديه. ممكن نعمل كده، كل ده واي واي واي. طيب ممكن نسمي 1 2 3، لو انا عايز اقول مين الارخص، ده الارخص وده الاغلى ده المتوسط. الفلوس كام بالظبط؟ هنفرض مثلا ده في ساعات بيبقى يعني اخره 5 جنيه، هنا في 50 في 60 في 100 ممكن تمام. ده اخر حاجه يعني موجوده دلوقتي. هنا بالنسبه للاكسترنال هارد ممكن يوصل ل 500، ممكن يوصل ل 200 جنيه. طبعا مش اي حد بيضطر يجيب اكسترنال هارد غير الناس اللي هي ليل نهار قاعده على الجهاز وقاعده عماله تعمل حاجات مهمه، يعني مش بتنقل بس افلام ومسلسلات يعني.
فالاكسترنال هارد على قد ما هو غالي على قد ما هو اصلا جالي الناس اللي هي بتستعمل الكمبيوتر كتير، فهو مش هو مهم. ولكن لو انت يوزر عادي او مستخدم جديد بالنسبه للكمبيوتر بتستخدم السي دي او اليو اس بي. الحاجه الثانيه او الميزه او العيب اللي انا عايز اقوله خاص بالسي دي هو ان السي دي فيها عيب فظيع جدا يعني، وهي ان هي لو انت حطيت عليها حاجه مش هينفع تشيلها، مش هينفع تمسحها. تمام؟ يعني لو انت عندك اسطوانه وحطيت عليها مثلا، خلينا نمسح الحاجه دي. طيب لو انت معاك اسطوانه وجيت حطيت عليها فيلم، خلاص متقسمه مثلا كده، انت حط عليها فيلم كان كده وبعدين جيت حط عليها فيلم اكبر فحطيت 3 افلام بس. تمام؟ لو انت حطيت الفيلم ده بشكل ما يعني هنتكلم عليه بعدين واتفرجت عليه خلاص، واتفرجت على الفيلم الاولاني والثاني والثالث، وجيت في مره عايز بقى فيلم رابع، يعني هتعمل ايه؟ المفروض ان انت تمسح الحاجات اللي على الاسطوانه عشان خلاص بقتش مهمه بالنسبه لك وتنقل فيلم رابع. مش هينفع. فايه اللي بيحصل في الاسطوانه؟ ان الاسطوانه لما بتحط عليها حاجه الجزء اللي عليها ده اللي انت حاطط عليه بيبقى اسمه اتحرق او بيرن، يعني مش هينفع ان هو يرجع تاني حد يستخدمه. فلو انت حطيت حاجات معينه الحاجات دي مش هينفع تشال وخلاص كده الاسطوانه هيجي لها وقت وتتملي، مش هينفع to be used مره تانيه، يعني لا يمكن استخدامها مره تانيه. بالنسبة لليو اس بي والاكسترنال هارد ده طبعا ايه يعني ينفع ان انا لو اتملى افلام ومسلسلات اقدر ان انا يعني امسح واجيب ايه حاجات تانية. يعني ده ينفع امسح اللي فيه، ده ينفع امسح اللي فيه، وده برضو ينفع امسح اللي فيه واحط حاجات تانية. خلاص دي الاستورج ديفايسز او اجهزه التخزين اللي ممكن استعملها. لو عايزين نشوف شكل الاسطوانه، الاسطوانه ده طبعا بتبقى المنظر ده، ده يعني زي ما انا رسمتها بحاجه دائريه كده. ده بيبقى شكل الفلاشه. في صوره من الصور اللي موجوده في البرزنتيشن اللي قبل كده كانت بتبين لي ايه هو الاكسترنال هارد. لو عرفت ان انا افتحها ده الاكسترنال هارد. تمام؟ ده الاكسترنال هارد خلاص. فدي دي الاسطوانه، دي الفلاشة، ودي الاكسترنال هارد. خلاص وبيكون نفس الخاصية بتاعت الفلاشة بس بيسع مساحة أكبر. تمام؟ طيب الحاجات اللي انا كنت عايز اعرفها هو ان بالنسبه للفلاشه او الاسطوانه ببقى عايز اعرف، لو انا مثلا بالنسبه للسي دي اللي هي الاسطوانه ببقى عايز اعرف ايه هي الاسطوانه، ببقى عايز اعرف احطها فين، عايز اعرف انقل عليها الملفات ازاي. ايه هي الاسطوانه؟ قلنا ايه هي وشكلها وسعرها والعيب اللي فيها. بحطها فين؟ بيكون في مكان خاص بالاسطوانه زي ما احنا شايفين كده، بيكون في مكان خاص بالاسطوانه في الكيسه بتاعتي، بتك بس على زرار اللي هو بيفتح المكان السي دي وبحط الاسطوانه وبقفل المكان تاني. تمام؟ فده بالنسبه ل بحطها فين. طيب
الحاجة التالتة لو أنا عايزة الحاجة المهمة بقى، أصلا أنا بعمل كل ده وبقول إن هو ستورج ديفايس عشان أحط عليه حاجة، فإزاي بحط عليه حاجة؟ يبقى إيه هي الأسطوانة؟ وهي بحطها فين؟ تمام؟ ويبنقل عليها الحاجة إزاي؟ طبعا الثلاث أسئلة دول المفروض أجاوبهم برضو على الفلاشة وهي الإكسترنال هارد. ايه هي الاسطوانه؟ عرفناها وعرفنا خصائصها، وفين؟ عرفنا انها بحطها في المكان الخاص بيها في الكيسه، وشاورت عليه بالايمج. وهنا بالنسبه ليه ازاي، انت بس مجرد يعني مثلا خليني افتح ملف كده او فولدر في الديسكتوب، نفرض مثلا ده الملف اللي انا عايزه ابعته للفلاشه، بعمل كليك يمين سند تو، والمفروض يظهر لي من ضمن الاختيارات هنا سي دي او دي في دي. تمام؟ ده ازاي ببعت ملف؟ فانا وانا جيت بروح عند الملف اللي انا عايز ابعته الاسطوانه، بعمل عليه رايت كليك وبختار سند تو، وبعدين بختار من الاختيارات اللي هي هبعت لمين، هبعت البلوتوث، هبعت للاسطوانه، هبعت للفلاشه، هبعت لايه بالظبط. فالمفروض يظهر لي اختيار من ضمن الاختيارات يظهر لي سي دي او دي في دي. تمام؟ ده ازاي ببعت حاجه للاسطوانه. طيب لو انا عايزه ابعت حاجه للفلاشه او عايزه اتكلم عن الفلاشه اليو اس بي، وعايز اتكلم عن الثلاث حاجات دول، ايه هي اليو اس بي وهي بحطها فين وبحط فيها ازاي. طبعا ايه هي اليو اس بي؟ قلنا شكلها عامل ازاي وخصائصها وسعرها، وان هي تقدر تشيل حاجات واقدر امسح الحاجات من عليها. تحط فين؟ لو جيت انا للويندو دي هتلاقي ده، طبعا دي الفلاشه بتحطها في مكان بالمنظر ده، لازم يكون مكان على قد الفلاش. طبعا ده اللابتوب. ممكن تشوف الكيسه بتاعتك فين الفتحه اللي زي دي كده بالظبط وتحط الفلاشه فيها، فالفلاشه بتحط في مكان لازم يكون ايه زي ده. طبعا ساعات بندخل الفلاشه ما بتدخلش، فانت تضطر تقلب الفلاشه لان هي طبعا لازم تدخل بشكل معين مناسب مع الفتحه اللي موجوده في اللابتوب او في الكيسه. تمام؟ دي بحطها فين؟ بس طبعا ببعت لها ازاي؟ بنفس الطريقه اللي انا بستخدمها عشان ابعت في السي دي، بعمل رايت كليك على الحاجه وبعمل سند تو، بس المفروض ان هو يظهر لي سند تو يو اس بي مش سند تو سي دي. لو جيت الفولدر ده ما لو هو ده اللي ظاهر، بعمل عليه كليك يمين سند تو، والمفروض يظهر لي ايه يو اس بي. بيظهر لي امتى بقى؟ لما بدخل الاسطوانه او ما بدخل الفلاش، لما بدخل حاجه جوه الجهاز، الجهاز ماله بيشوفها وبالتالي بيحطها في القايمه اللي هي تبع سند تو. خلاص؟ فدي ازاي بقدر اتعامل مع الاسطوانه والفلاشه. الاسطوانه سي دي اختصار لكلمه كومباكت ديسك. خلاص؟ تستخدم لنقل ملفات مع عدم السماح بتعديلها او ازالتها، ويتم وضع الاسطوانه في المكان المخصص لها، ولوضع الملفات اليها بعمل سند تو. طبعا في رايت كليك سند تو وبختار السي دي، طبعا ممكن اعمل دراج او سحب. طبعا عرفنا دراج ازاي، يعني لما انا كنت في الديسكتوب، لما انا جيت هنا في الديسكتوب وكان عندي مثلا ملف زي كده كنت عايز انقله، بشده واحطه هنا. خلاص؟ فدي كده اسمها سحب. ممكن اجيب ده واحطه هنا. تمام؟ ممكن اعمل كنترول زد. فده اللي هو السحب. طيب الفلاشه هي برضو بتنقله، بس ينفع اعدل وبعمل رايت كليك سنتو اليو اس بي. الحاجة
المهمه كمان اللي لازم تعرفها عشان تتعامل مع ويندوز هو ان ايه هي البرامج دي. يعني انت عمال نقول الكمبيوتر بيتكون من هاردوير وسوفت وير، سوفت وير عباره عن برامج اللي ممكن اشغلها، ايه هي البرامج اللي المفروض تبقى موجوده عندي على اي جهاز، وهل في برامج بتبقى موجود الجهاز بيبقى نازل بيها او يعني نازله مع الجهاز مع الويندوز، وايه هي البرامج اللي ضروري لازم انزلها بنفسي عشان اقدر اتعامل مع ويندوز بشكل طبيعي. فالبرامج طبعا البرامج دي هي عباره عن سوفت وير او حاجه ما بتتمسكش بالايد، مكتوبه بلغه برمجه بحيث ان هي تقدر تنفذ لي مهمه معينه، بحيث ان انا مثلا لو عايز اكتب يبقى استخدم برنامج الوورد، لو عايز ارسم يبقى استخدم برنامج الفوتوشوب وهكذا. فده البرنامج. في بعض البرامج الموجوده اصلا مع الويندوز اول ما بنزله زي مثلا برنامج البينت، الكالكوليتر للحاسبه، والويندوز ميديا بلاير لو عايز افتح اي صوت او عايز افتح اي فيديو، والاوديو ريكوردر والفيديو اديتور لو عايز اعدل في اي فيديو عندي، طبعا النوت باد لو انا بس عايز اكتب من غير اي فورمات او اي تعديل او اي الوان، عايز اكتب بس بستخدم برنامج النوت باد. لو انا في حاجات تانية بقى من البرامج بثبتها بايدي لان هي مش بتنزل مع اي ويندوز. من ضمن البرامج دي اللي هو المايكروسوفت اوفيس سوت او مجموعه برامج الاوفيس اللي منها طبعا الوورد والاكسل والباوربوينت، وفي طبعا برنامج الاكسل هو خاص بالداتابيز، اللي هي مثلا جوجل كروم اللي هو خاص بالبراوزنج، او ان انا ازاي افتح صفحات نت، ازاي ابعت ايميل، ازاي اعمل بحث عن فيديو معين، او ابحث اعمل بحث عن معلومه معينه، ده الجوجل كروم. وطبعا لو انا شخص مبرمج محتاج ان انا انزل برامج تساعدني ان انا اشوف الاوتبوت بتاعي او ان انا اتريس الكود بتاعي، وممكن برضو برامج تانية خاصة بالفوتوشوب. خلاص دي بالنسبة لجزء البرامج الأساسية اللي أنا محتاجها. كلمة أساسية دي مثلا الأوفيس والبي دي إف والرار وجوجل كروم، لكن دي لو أنت لسه صغير أو لو أنت لسه مستخدم عادي مش مضطر أنت تستخدم النت بينز أو الكود بلوكس أو الحاجات دي، بتحتاجها لما بتبقى أنت مجالك فيه الحاجة دي. خلاص بس الحاجات الأربعة دول دي حاجات أساسية. طبعا في حاجات تانية مهمة. طيب جينا بقى لأهم حاجة وهي إن أنا إزاي أعمل باسورد الويندوز بتاعي. هقول يعني خلينا مثلا لو أنا عايزة أثبت جهاز، أنا دلوقتي بقول يعني كنت ناسياها، اللي هو لو أنا عايزة في برامج موجودة مثبتة أوتوماتيكيا وفي برامج أنا بضطر أثبتها بإيدي، طب أثبتها بإيدي إزاي؟ مبدئيا البرنامج ده في الاخر بيكون عباره عن ملف انت بتاخده معاك على اسطوانه، تمام؟ بتاخده معاك، ده لو هو مش موجود عندك على الجهاز، يعني لو انت مش منزله على النت من على النت وهو موجود في برنامج الاوفيس ده مثلا موجود عند واحد صاحبك، فبتضطر تاخده على فلاشه وتحطه عندك على الجهاز، تمام؟ بتعمل ايه؟ طبعا بتحط السورس على الفلاشه او بتحط البرنامج يعني على الفلاشه، وبتحط يعني الموجود على الفلاشه بتحطه على الكمبيوتر، تمام؟ بتيجي عند الايقونه بتاعه البرنامج اللي هو زي كده وتعمل عليه دبل كليك، دبل كليك تتك عليه مرتين بحيث انك تفتحه. خلاص؟ بعدين هتلاقي في ويندو ظهرت لك بالمنظر ده، تمام؟ مش شرط تبقى نفس الويندو دي بس دايما هتظهر لك ويندو هيكون فيها حاجات كتيره زي باك ونكست وكانسل وكلوز والحاجات دي. فطبعا الطبيعي ان انا عايز اعمل انستول فدايما اختار نكست نكست نكست. يعني انا عايزه ايه؟ امشي في البروسيس بتاع الانستليشن. لو انا جيت في مره عايزه حسيت البرنامج ده مش مهم او بياخد وقت طويل اثناء الانستليشن او التسطيب او التحميل او ان هو ينزل عندي على الجهاز، بعمل كانسل، يعني انا مش عايزه البرنامج ده، تمام؟ ولو انا كنت بعمل حاجه وطلب مني بيانات معينه وبعدين انا عايزه ارجع في رايي فبعمل باك واعدل الحاجه اللي انا عايزها. فيعني في العموم يعني لو عايزه انزل برنامج جديد محتاجه يبقى معايا البرنامج على فلاشه، اما يبقى محتاج معايا البرنامج يعني البرنامج نفسه يكون معايا، هو بيكون عباره عن سوفت وير مش حاجه امسكها في ايدي، بحطها على اسطوانه او بحطها على فلاشه واحطها عندي على الجهاز، وبعد ما اعملها دبل كليك يعني بفتحها وفي الاخر بيظهر لي ويندو بالمنظر ده، بتبع الخطوات علشان اسطبه، في الاخر اخر بعد ما بكون اخر خطوه خالص عملت كل النكست اللي موجود بيظهر لي كلمه فينش. فينش يعني انا كده خلصت،
والجهاز جاهز للتشغيل او برنامج جاهز للتشغيل. دي خطوه ازاي بعمل بثبت برنامج جديد. طبعا الحاجه دي محتاجه ان انت تجربها بنفسك، يعني تقول مثلا انا عايز انزل برنامج الوورد، جهازك معلوش وورد، بتدور كده ايه اللي ممكن اعمله. الوورد ده في الاخر سوفت وير، يعني حاجه مش ماسكها في ايدي، فبتضطر تجيب ستورج ديفايس، يعني بتجيب فلاشه، وتشوف البرنامج ده فين عند واحد صاحبك، فبتروح مدخل الفلاشه في مكان الكيسه المخصص ليها، وتروح عند الملف وتعمل له سند تو اليو اس بي. يبقى انت كده نقلت الملف عندك، حطيته على اليو اس بي، بعدين تاخد الفلاشه وتحطها عندك على الجهاز، وتروح واخد الملف من عليها، يعني مثلا كليك يمين كوبي وتحطه في المكان اللي انت عايزه، كليك يمين بيست. فانت كده نقلت الحاجه من الجهاز بتاعك او من الفلاشه للجهاز. بقى السورس معاك، او بقى البرنامج اللي احنا كنا عاملين ندور عليه بقى معانا، خلاص نقلناه من الفلاشه بالفلاشه وحطيناه من الفلاشه عندك على الجهاز. بعمل ايه؟ دبل كليك، وبعدين بتبع الخطوات لغايه لما اوصل لكلمه فينش، يعني هو كده ايه خلص التصطيب او خلص التثبيت. طيب عايزه اعمل كلمه سر الويندوز. اولا يعني ايه كلمه سر؟ كلمه سر يعني كلمه مرور، باسورد يعني كلمه مرور، او كلمه سر يعني انا مش عايز حد يعني يدخل الويندوز ده او يفتح الجهاز بتاعي غيري انا بس. طب ليه الغلاسه دي؟ ليه ساعات بضطر اعمل كلمه سر او ان انا بحط باسورد؟ في بعض الاحيان بيكون الكمبيوتر اللي انا قاعد عليه مهم ومبقاش عايز حد يفتحه او يشوف الحاجات اللي عليه، بحيث ان هي حاجات خاصه او حاجات مهمه، فبضطر اعمل باسورد بتحميلي الملف الجهاز بتاعي، وبتحميلي الملفات اللي عليه عشان ما حدش يقدر يخش عليها ويمسحها او يعدل فيها لو هي حاجات مهمه. فازاي اعمل كلمه سر الويندوز؟ يبقى هي كلمه سر، و بعملها ليه؟ بعملها بقى ازاي؟ طبعا انا بروح على الديسكتوب، يكون في بطن اسمه زيس بانل او ايقونه اسمها زيس بانل، بعمل عليها دبل كليك. هي ليها خطوات يعني معينه، وبختار بختار اليوزر اكونتس، وبعدين برضو بختار اليوزر اكونتس اللي بعد كده، وبعدين بعمل ميك تشينجز تو ماي اكونت اون زيس بي سي، وبعدين بختار ساين ان اوبشنز، وبعد كده في اليمين هنا بختار باسورد. ولو انا ما عملتش باسورد خاص للجهاز فبتظهر لي هنا اسمها ايقونه اسمها او بطل اسمه اد، لكن لو انا اصلا عامله كلمه سر وعايزه اعدلها فلاقي بدل كلمه اد مكتوب كلمه تشينج، تشينج يعني عدل. انا طبعا هتك اد وهختار كلمه سر ونفرض مثلا اي حاجه، طبعا انتم مش هتشوفوها بس خلينا نكتب اي حاجه عشان بس نتاكد، مثلا 1 2 3 4 5 ايه، واشوفها هنا من العين دي واعيدها تاني. هنا بقول لي كونفيرم باسورد، يعني كونفيرم باسورد دي يعني اكتب لي الباسورد تاني، تمام؟ 1 2 3 4 5. لو انا جيت هنا بالعين دي اقدر اشوف التكه كده عشان اشوف انا كنت كاتب ايه بالظبط. طبعا هنا باسورد هنت، يعني لو انت نسيت الباسورد اكتب لي حاجه تفكرني بحيث اعرف افكرك. يعني ممكن تقول له ايه؟ نم فروم 1 2 5، شايف؟ يعني مش بعد كده. فبتبقى كده بتعمل نيكست. نم يعني نمبر او رقم. فبتعمل نيكست وبعد كده بتعمل فينش. ايه اللي بيحصل؟ طبعا انا ما ينفعش ارستارت الجهاز لان انا دلوقتي بعمل تسجيل، فبس المفروض ان انا بعد كده بقفل الجهاز بتاعي وافتحه تاني الاقي ان هو بيقول لي دخل كلمه السر اللي انت لسه كاتبها، تمام؟ فده اللي احنا المفروض ناخده النهارده. ازاي دي كانت المحاضرة الثانية في أساسيات الويندوز. خدنا في الفيديو الأولاني إزاي بفتح وأقفل الجهاز، إزاي بتعامل مع الماوس والكيبورد، وإزاي بقدر أوصل مكونات الجهاز لوحدها لو أنا جيت في مرة نقلت الجهاز من مكان لمكان. طبعا عشان كان صعب إن أنا أشيله فاضطر إن أنا أفصل المكونات بعدين أوصلها تاني. أنواع الأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر الأساسية وأنواع نظم التشغيل للكمبيوتر. النهارده اتكلمنا عن ازاي بنتعامل مع الفولدرز،
او المجلدات، ازاي بكون مجلد جديد، وازاي بعمل له رينيم، وازاي بعمل له ديليت، والتعامل مع الفايلز وانواعها، الفايل اللي هي الملفات، واداره النوافذ، ازاي بقدر اقفل نافذه، اكبرها، اصغرها، اعمل لها اخفاء، اعمل اخفاء لجميع النوافذ، اعمل تثبيت للنافذه في التاسك بار او شريط المهام، وهكذا. وازاي بقدر اتعامل مع الاسطوانات والفلاشات، والفرق بين الاسطوانه والفلاشه، والعيب بتاع كل واحده والميزه بتاعتها. واللي اتكلمنا على البرامج الاساسيه لاي جهاز، وطبعا البرامج الاساسيه بتختلف من شخص لشخص. في برامج بتبقى متثبته اوتوماتيك، في برامج انت بتضطر تثبتها بنفسك. وبعد كده اخر حاجه اتكلمنا عليها، ازاي نعمل كلمه سر الباسورد على اساس ان انا عايزه احفظ البيانات بتاعتي، وامنع اي حد ان هو يعدل فيه. نتكلم المره الجايه عن اساسيات الورود.